احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة السوفية بعمان بتجديد وعدهم الكشفي بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب أنطون هريمات بحضور عدد كبير من المؤمنين. المزيد في التقرير التالي. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة العذراء الناصرية للاتين السويفية بقداس احتفالي ترأسه كاهن رعية العذراء الناصرية الأب أنطون هريمات وعدد من الشيادقة بمناسبة تجديد الوعد الكشفي للمجموعة. حضر القداس قادة وأفراد المجموعة وذووهم وعدد كبير من المؤمنين بمشاركة قادة من مجموعات كشفية من العائلات الكنسية الشقيقة. خطيئة عظيمة جدا، لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البدوية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى رب إلهنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا ويبلغنا للحياة الأبدية. آمين. وفي عظة القداس تحدث الأب هريمات عن أهمية تنشئة وتربية الأطفال وتعليمهم المواظب على الكنيسة وأسرارها، موصياً الآباء والأمهات بهذا الشأن، موضحاً بأن تربية الأطفال وتنشئتهم تبدأ من المنزل وذويهم. تجديد الوعد الكشفي لكم. وتحدث عن دور الكشافة والمرشدات وأهمية هذه الخدمة في العمل الكشفي في كنف الكنيسة لما يبذلونه من مساع في مشاركتهم في الاحتفالات والمراسم الدينية. هذول الكشاف الفكرة منهم والمرشدات هو إنه هذول الأطفال اللي بكرة عمالهم بيكبروا بدنا إياهم إن يكبروا على الخط المستقيم، على الخط الدغري، على الخط اللي بوصل إلى الهدف من وجودهم كإنسان في هاي الكتلة البشرية. معنى ذلك إنه عمالنا منحطهم على الطريق، طريق التضحية، طريق الحب الآخرين، التضحية في سبيل الآخرين، حب الجميع بدون التفرقة، وضع السلام في داخل قلوبهم، في داخل مجتمعهم، في داخل في بيوتهم. وربنا يحفظ جميع شبابنا وصبيانا، ودائما احنا منشجع الهيئة الكشفية على النمو، انه نستقبل اكثر عدد ممكن خاصة من الاطفال حتى ينموا ويترعرعوا في هاي الاجواء، اجواء الحلوة، اجواء المقدسة. وشكرا لنورسات اللي دائما اللي بتنورنا بوجودها، وكل سنة وانتم سالمين. وبعد التناول من الذبيحة الإلهية قدم أفراد المجموعة درعا تذكاريا للأب هريمات عربون شكر وتقدير لجهوده المعطاء في خدمة الكشافة. وقدم مجموعة من الأفراد كلمات محبة لنورسات قالوا فيها: اليوم كان في تجديد الوعد لأن لهاي السنة تحت شعار لتشعل كشفيتنا نور إيماننا. هاي السنة إلنا، إحنا السنة الرابعة من نعمل تجديد وعد. تأسسنا بال 2015، عددنا هلأ الحالي صار، كنا طبعا بعدد كتير قليل تقريبا 10 أشخاص أو 12 شخص، هلأ حاليا عددنا بتعدى 60 ل 70 فرد. أكيد بشكر كاهن الرعية أبونا أنطون إيميل على دعمه لنا، وبشكر جميع فعاليات الكنيسة اللي هي الجوقة، شبيبة، مجلس الرعية، الأخوية، وبشكر الهيئة اللي كانوا متواجدين معنا، الهيئة العامة لمطرانية اللاتين وممثلي المجموعات. شكرا لكم، كل سنة وانتم سالمين. بيسكلي يعني الأشياء اللي إحنا كمجموعة كشفية الأولاد بيستفيدوا منها، شو إحنا بنقدر نعطيهم من خبرات حياة؟ يعني إحنا القادة تقريبا عمرهم من 25 ل 30 سنة، من خبرات حياتنا ومن خبرات حياتنا الكشفية ومن خبرات يعني جيتنا على الكنيسة، بنقدر نعطيهم اكسبيرينس بشتى النواحي، من نواحي كشفية، من تقريبهم على الكنيسة، من تقريبهم للصلاة، كيف يتعاملوا مع بعض، كيف يصيروا قياديين بالحياة.
يعني بيسكلي هالأشياء اللي احنا بنحاول ننميها بالولد الصغير وبالطفل من شبل لما يصير قائد زينا، بنمو مع الكنيسة، بساعد الكنيسة، وإن شاء الله نكون يعني على قد المسؤولية، ونتمنى الأولاد الصغار يكونوا بيستفيدوا منا قد ما إحنا بنحب نعطيهم. أنا حالياً قائد فرقة المرشدات والمتقدم، بحبهم كتير، بحب أشتغل على هذا العمر عشان أفيده أكتر عن الكشافة وكيف يكون هو بيقدر يعيش بحياة الخلاء ويعيش بكل أماكن اللي هو ممكن يكون فيها بحياته لقدام، بس يشتغل، بس ممكن يطلع يشتغل برا أي مكان يقدر يتعامل مع الظروف اللي هو بيعيش فيها.